هجمة نصراوية، لمسة إلى كريستيانو رونالدو غريب على جهة اليمين لكن تغطية وتأتي بالتعادل. كريستيانو داخل منطقة الجزاء، محاولة برو رونالدو أمام أكثر لاعب، وبعد ذلك تغطية وتدخل وإبعاد الكرة مع وجود حالة تسلل في اللقطة الماضية على كريستيانو رونالدو. رونالدو في الأسبوع الماضي تألق، رونالدو بداية الفعل 40 نقطة مع الاتحاد. كريستيانو محاولة مرور رونالدو، تسديد الكرة لكنها مرت خطير، الكرة من جانب صاروخ ماديرو وعدت على يمين حارس المرمى. أخطر محاولة نصراوية وأول بداية في هذه الأمسية الكروية. نصراوي في بداية أحداث هذه المباراة، مباراة تبدأ بقوة كبيرة من جانب النصر في هذه الدقائق بالذات مع هذا الضغط مع هذا الهجوم، تمريرة لكنها بعيدة من لويس غوسافو. ثلاثي مهديوي ميدران كاكو، لمسة أمامية يحيى يحاول مرور، يحيى بتسديدة لكنها فردية وكان فيها أناني بعض الشيء في اللقطة الماضية. تسديدة جاءت بعيدة لضربة مرمى، بعيدة الكرة. وهذه المباراة البناء لمصلحة ميدران، التغطية أمام أكثر من لاعب وخطأ لمصلحة التعاون. الفارو ميدران يملك إمكانيات كبيرة جدا كإلى كونان، كونان يحاول يمر، كونان أمام تغطية وبعد ذلك خطأ يحتسب حكم المباراة لمصلحة التعاون. تدخل في اللقطة الماضية وخطأ لمصلحة محمد الغامدي اللي عليه 37 نقطة للنصر. طويلة الكرة، محاولة باتجاه غريب، يصل كرة غريب، مر غريب بكرة، الله الله، عبد الرحمن غريب جول نصراوي، غريب خطفها بروعة كبيرة وأنهاها بشكل جميل. الله اللقطة، غريب يا عيني غريب، النصر خرج وبعد ذلك لازال يحافظ على كورته، ما زال تسديدة والكرة مرت بمحاذاة القائم. حلوة اللقطة الماضية، جميلة لمصلحة علي الحسن بعد تسديدة من خارج المنطقة ومجهود كبير جدا من عبد الرحمن غريب في الكرة الأخيرة النصراوية اللي مرت. محاولة إلى سليمان هزازي بكرة عرضية لكن التغطية من لويس غوسافيا، تبقى لمصلحة كونان. محاولة نصراوية بكرة عرضية خطيرة لكن الدفاع تدخل. الخاطئ من جانب نواف العقيدي، عرضية أخرى خطيرة وكونان يبعدها في اللحظة الأخيرة. حلوة اللقطة الأخيرة، خطيرة جدا لمصلحة التعاون على مرتين، مرة أولى من جانب تاومبا ومرة ثانية كانت خطيرة وقصر، إلا أنه يظهر شخصيته بصراحة وأداءه الجيد على مستوى خط الوسط وانتشاره في مناطق النصر دون أن يركل للخلف ويتراجع بأكبر عدد من اللاعبين، مثل عدد كبير من المباريات اللي شاهدناها للنصر. مر على جهة اليمين نصر، تمويف مرور جميل بكرة أمامية خطيرة لمصلحة ميدران، لكن خطيرة لكن الدفاع لصاروخ ماديرا. رونالدو بتسديدة لكنها سهلة المرة الأولى. محاولة الإبعاد تبقى نصراوية، سامي النجعي إلى أيمن يحيى، تسديدة لكنها في يد الحارس. صار إلى سليمان هزازي لكن التغطية من جانب أيمن يحيى، وبعد ذلك الكرة تحولت إلى رمية جانبية، رمية جانبية للنصر. تسديدة باتجاه غريب، سامي النجعي داخل منطقة الجزاء خطيرة إلى غريب لكن الكرة بعد ذلك علي الحسن، تمريرة باتجاه رونالدو، محاولة لكن فيها تغطية وتدخل من جانب الدفاع، إبعاد الكرة في وسط الميدان، صافرة من الحكم واحتساب خطأ لمصلحة تعاون في هذه الأثناء. يبدو بلمسة حلوة على جهة اليسار، الفارو ميدران خطيرة وكرة عرضية داخل منطقة الجزاء مرت من الجميع. تصل الغامدي، محاولة داخل منطقة، فرصة لمصلحة التعاون بكرة عرضية لكن التغطية مرة أخرى من جانب الدفاع صافرة من حكم المباراة بسبب إصابة أحد اللاعب. على جهة اليسار خطيرة النصر، عبد الرحمن بكرة أمامية حلوة وكرة ولمسة وصافرة، وبعد ذلك الكرة إلى يد حارس المرمى، لا يوجد ركلة جزاء في قرار الحكم. لمسة سعد الناصر، جهة محمد الغامدي الباحث عن كرة عرضية خطيرة، البارو ميدران يتعادل للولفز بروعة كبيرة كبيرة كبيرة، بروعة كبيرة وعرضية جميلة ونهاية والأجمل في اللقطة الماضية. تمكن البارو ميدران لمصلحة سوى كبير. يا غريب يا غريب، رونالدو الكرة وفرصة، يا إلهي فرصة خطيرة لكريستيانو لكنها ضاعت على غير العادة، ضاعت على أعتاب المرمى، ضاعت وقد كانت قريبة لكنها سمحة داخل منطقة الجزاء بكرة وفرصة لكنها في يد الحارس على مرتين. يا الله كم كان
كانت خطيرة، كم كانت قريبة. صاروخ ماديرا يحاول يمر، رونالدو يحاول يمر، رونالدو يبحث عن التمرير، تأخر بعد ذلك، هطالت من ضاعت من سعد الناصر، وبعد ذلك تغطية وتدخل وعودة على جياتي باتجاه صريهم، عودة وايمن يحيى قوية اصطدمت في الدفاع، واخرى تسديدة بعيدة من صريهم. هل كان فيه لمسة يد في اللقطة الماضية؟ هل فيه ركلة جزائية نصراوية؟ راح نشوف الإعادة، ما إذا كان فيها لمسة يد أم لا. لقطة جاي تاومبا على حدود منطقة الجزاء، تاومبا مر وكرة وفرصة، الدبابة تاومبا يسجل الثاني للتعاون. تعاون، أي كرة، أي كرة، أي كرة، يا إلهي مش ممكن يا مهداوي، مش ممكن يا مهداوي. لقطة في منتهى الروعة لمن ساعة التعب، يتصل بعد ذلك إلى عبد المجيد صراهم، تسديدة قوية لكنها في يد الحارس. حلو اللقطة، حلو اللقطة الأخيرة من جانب عبد المجيد صراهم ولكنها في يد الحارس. آيات اليسار، تحرك من جانب تاليسكا، رونالدو مر وكرة، يا إلهي فرصة يا كريستيانو. يحاول تمريرة لمصعدي كوستافو، تسديدة وكرة، ومادو سجل لكن رونالدو متسلل، مادو سجل لكن رونالدو متسلل في اللقطة. رونالدو كان في مكان التسلل، نشوفه مرة أخرى، تسديدة لويس. أعطينا اللقطة للتأكد ما إذا كان في تسلل على كريستيانو رونالدو أم لا.